اهلا بحضراتكم. كابتن محمد مرجان اكد على اهميه الرياضه بالنهوض بالشباب، واكد على اهميه الرياضه، باكدها وبكررها مره ثانيه، اهميه الرياضه حاجه مهمه جدا. واكد كمان ان المليار جنيه اللي خدهم من النادي الاهلي اختلف الموضوع تماما، واختلف كمان ثقافه المتلقي او ثقافه الانسان او الشاب المصري في اهتمامه بالرياضه. زي ما حضراتكم شايفين الشاب المصري او عموما المواطن العربي بدا يهتم اهتمام كبير جدا بالدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، شايفين حضراتكم كاس العالم نسبه مشاهده عاليه جدا. فالموضوع اختلف والنسب اختلفت والارقام اختلفت، عشان كده اكد على اهميه دور سيادة الوزير أشرف صبحي، ودوره إن شاء الله يكون بارز. ونادي الأهلي دايما داعم لوزارة الشباب، وداعم لكل الوزارات، وداعم لكل الأجهزة المصرية، وإن شاء الله كل التوفيق للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي دايما داعم لوزارة الشباب والرياضة، إن شاء الله كل التوفيق وكل الدعم لسيادة الوزير أشرف صبحي من النادي الأهلي ومن نادي الزمالك ومن كل الأندية للنهوض بوزارة الشباب والرياضة. نروح لأخبار النادي الأهلي. استعان الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي بقياده الفرنسي كالديرون ببرنامج جديد للقياسات البدنيه، حاجه مهمه جدا وكان لازم الاهلي يعملها من زمان، برنامج يسمى جي بي اس لاستخدامه في قياس سرعات اللاعبين والجهد البدني خلال التدريبات والمباريات، حتى يتم تقييم كل لاعب على مدار الموسم بشكل دقيق وبطريقه علميه. طبعا الكلام مفسر نفسه، جهاز مهم جدا بيقيم بيه الحاله البدنيه لكل افراد الفريق خلال الموسم كاملا، دوري، كاس، بقى اي بطوله بيدخلوها، الجهاز ده بيقيس كل حاجه اللاعب وبيدي انطباع او بيدي شكل للمدير الفني بانطباع عن اللاعب، هل هو ناقص بدنيا، زايد وزنه، عايز فتنس في حاجه معينه، عايز يعني بيبين له كل حاجه وبيخلي اللاعب قدامه مكشوف عشان يقدر يعمله زي ما هو عايز او يشكله زي ما هو عايز. جهاز مهم جدا، استعان الجهاز الفني الأهلي بمندوب إيطالي من الشركة المالكة لهذا البرنامج خلال الأيام الماضية لتفعيله والبدء في تشغيله، حيث يعد الأهلي هو أول فريق مصري يقوم بتطبيقه بعدما سبق للمنتخب المصري استخدامه أيضا. يذكر أن الأهلي بدأ أمس الاثنين معسكره الداخلي بالإسكندرية ويستمر لمدة أسبوع، ثم يليه معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية استعدادا للموسم الجديد. في هذه الأثناء تلقى المنتخب المصري هدف بأقدام أحمد فتحي، هدف عن طريق الخطأ، لكن لسه بدري ودعواتكم من القلب، إن شاء الله ربنا ينصرنا يا رب ونحاول نرجع للمباراة. نروح لأخبار نادي الأهلي مرة تانية. يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة الفرنسي كالتيرون إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية في إطار استعدادات الفريق لمواجهة تاونشيب الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مباراة مهمة جدا أيضا للنادي الأهلي في مشوار، وأول مباراة رسمية للفرنسي باتريس كالتيرون. ولم يحدد الأهلي طرف اللقاء الودي بعد، وجاري الاتفاق مع العديد من الأندية للاستقرار على أحدهم لخوض اللقاء مع النادي الأهلي، خاصة حضراتكم عارفين أن كل الأندية أو معظم الأندية لم تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بعد. الجنوب أفريقي بكماني ماليمبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يصل إلى القاهرة غدا بعد انتهاء أجازته والتي حصل عليها فور انتهاء الموسم الماضي. بكماني لعيب مهم جدا للنادي الأهلي، لعيب عالي جدا، لعيب لم يستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن. كابتن حسام بدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي استغله في الآخر، لكن عنده مواهب كبيرة جدا وعنده فرص كبيرة جدا بكمان ان هو يكون في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي. لسه الأيام اللي جاية هنشوف فيها حاجات كتير بتتغير في الفريق مع كالتيرون. ومن المنتظر أن يتوجه اللاعب فور وصوله إلى معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة تاونشيب، المواجهة المهمة جدا واللي بيرتقبها كل عشاق ومحبي النادي الأهلي في البطولة الأفريقية يوم 17 يوليو المقبل إن شاء الله بالجولة الثالثة لدوري المجموعات. ايضا المغربي وليد ازارو والنيجيري جونيور اجايي لاعبا الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي شاركا في التدريبات الجماعيه للفريق. كان في ناس كتير بيتكلموا على وليد ازارو، وليد ازارو فين؟ وليد ازارو موجود دلوقتي في معسكر الفريق بالاسكندريه، وتعافى الثنائي من الاصابه والتي لحقت بهما قبل انتهاء الموسم الماضي بشد في العضله الخلفيه ابعدتهم عن مباريات الفريق بختام الموسم الماضي.
واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الثنائي لمواجهة تاونشيب. أكيد هيكون ليهم دور كبير جدا أجاييه وأزارو. أزارو هداف الدوري المصري ولاعب من أحسن المهاجمين في الدوري المصري ومن أحسن مهاجمين العرب بصراحة. وكل الناس كان عليها علامات استفهام أو بيتسألوا ليه ما انضمش للمنتخب المغربي. واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الثنائي لمواجهة تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير كرة بالنادي الأهلي قام بالاتصال بلاعبي الفريق المصري المتواجدين مع منتخب مصر بروسيا للإطمئنان عليهم والشد من أزرهم. أكيد مكالمات مهمة جدا من المدرب العام نادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة محمد يوسف الاتصال باللعيبة الأهلوية علشان يقول لهم شدوا حيلكم والكلام اللي حضراتكم عارفين. وطلب يوسف لاعبي الفريق بالاجتهاد وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز على المنتخب الروسي. يا رب يا رب يا رب. كما قام يوسف بالاتصال بعلي معلول أيضا لاعب الفريق التونسي وقام بمواصلته بعد الهزيمة أمس في اللحظات الأخيرة أمام المنتخب الإنجليزي وأثنى يوسف على أداء علي معلول. الكابتن محمود الخطيب قام بجولة تفقدية في فرع الأهلي بالشيخ زايد صباح اليوم الثلاثاء وذلك